خلونا نبدأ النهاردة اليوم بتفاؤل، بأمل، بمباركة وتهنئة لطلبة الدبلومات الفنية تحديداً اللي ظهرت نتيجتهم امبارح. اليوم مبروك لكل اللي نجحوا واجتهدوا وربنا وفقهم وجنوا ثمار تعبهم بالنجاح، سواء بقى بنتكلم هنا على الدبلومات نظام الثلاث سنين أو الخمس سنوات أو حتى المدارس التكنولوجية التطبيقية، لأن الحقيقة النتيجة السنة دي فيها مؤشرات مهمة جداً، خاصة بالنسبة للمدارس التكنولوجية اللي فيها نسب نجاح عالية ومجاميع كبيرة، وده بيقول أو بيأكد، مش بس بيقول، إن احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، لأنه معروف إن العالم كله بيتجه، خاصة الدول الصناعية الكبرى بتهتم بشكل كبير جداً بالتعليم الفني، لأنه بيعتبر قاطرة للتنمية الحقيقية، أو بمعنى أدق قاطرة صناعية. وعلشان يكون عندك صناعة قوية لازم يكون في عنصر بشري مدرب، عنصر بشري متعلم كويس ومتأهل بشكل كويس علشان تنهض بيه كل القطاعات الصناعية، وهو ده الطفرة الحقيقية اللي حصلت تهدير في هذا النوع تحديدا من المدارس. يعني صحيح احنا بنتكلم انه تطوير التعليم الفني ده ابتدى من 2018، يعني احنا بنتكلم في 4 سنين. الحقيقة انه يعني مسألة تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني من 2018 فرق كتير جدا مع كل اللي بيتعلم داخل التعليم الفني. بنبارك لكم طبعا على النتائج اللي عملتوها، ان شاء الله كمان كل سنه يظهر اثر التطوير ده في النتائج وكمان في مستوى الخريجين اللي بيتخرجوا من المدارس الفنيه. والاهم من ده كله انه الحال بدات تتغير، مساله الثقافه والنظره للتعليم الفني سواء عند الطلبه نفسهم او كمان عند الاسر والاهالي، فتلاقي انه الطلبه نفسهم عندهم رغبه انهم يدخلوا التعليم الفني. ومساله كمان انه تلاقي المتفوقين في الاعداديه هم اللي بيسالوا عن مدارس التعليم الفني وعايزين يحققوا نتيجه كويسه من خلالها ويطوروا امكانياتهم، لانه التطوير اللي حصل بالتاكيد شد الطلبه اكتر لمساله التعليم الفني، ويعني خلاهم يحسوا ان في فكره واضحه وهدف، وهو توفير تعليم حرفي ومهني بجوده عاليه جدا تتسق مع سوق العمل وما يتطلبه، وكمان بيضمن للطالب اللي بيتخرج بعد ما يتخرج فرصة عمل موجودة ومطلوبة في السوق. انت زي ما بيقولوا بالبلدي كده مسكتي مربط الفرس، فكرة تغيير ثقافة الأسرة وثقافة الطالب تحديدا، ويمكن هي دي الاستراتيجية اللي اشتغلت عليها الدولة، لأن ثقافة الطالب ثقافة الأسرة كانت قبل كده الكل بيتعامل مع التعليم الفني باعتباره مجرد شهادة، شهادة بتتعلق على الحيطة وخلاص كده، شهادة بلا مهارة، شهادة بلا خبرة، شهادة مش محتاجها سوق العمل، لأن خلونا نكون يعني عندنا نظرة فيها نوع من الإنصاف وفيها نوع من الشفافية، كان ما يدرس في هذه المدارس اللي بتعتمد المفروض على جانب كبير جدا من الجزء العملي ورفع كفاءة الطلاب علشان تواكب متطلبات السوق، ما كانش ده بيحصل، كان مجرد تعليم نظري حبر على ورق ومجرد ما بيخرج بيعلق الشهادة وخلاص، شهادة ولا بتنفع الخريج ولا بتنفع البلد حتى كمان بأي حاجة. لكن في آخر سنتين تحديدا بدأ الموضوع يختلف تماما، دلوقتي بقى في مدارس تكنولوجية، بقى الطالب أو الطلاب المتفوقين في الإعدادية بيسألوا على المدارس دي وإزاي يدخلوها وإزاي إن هم كمان يتفوقوا فيها علشان يكون ليهم مستقبل كويس بعد كده، ويمكن هي دي تغيير النظرة أو تغيير الثقافة اللي أنت كنت بتكلمي عليه تحديدا. وخليني كمان يا عبد الصمد أقول لك المدارس التكنولوجية دي بتقدم إيه للطلبة، مسألة أو الجديد إيه في مسألة تطوير المدارس الفنية. هو إحنا بنتكلم على يعني قطاعين، قطاع منه شراكة مع القطاع الخاص، وده طبعا بيضمن فرص عمل، كمان بيعرف الناس اللي بيدرسوا التعليم الفني هو السوق محتاج ايه علشان يقدروا يتعلموا حاجة تتسق مع سوق العمل. ويمكن كمان احنا بنقول انه الحرف المصري مطلوب في كل حتة في العالم، فانه كمان تتاح له فرصة انه يتعلم ويكمل تعليمه بره بعد كده مع مؤسسات دولية ياخد منها شهادات دولية، ده شيء غاية في الأهمية، وده كمان بتعمله المدارس التكنولوجية الجديدة، في شراكات مع مؤسسات دولية بتخلي الطلبة المتفوقين تتقدم لهم منح انهم يكملوا دراستهم بره، ودي شيء مهم جدا لانه ده في النهاية بيضمن الخريج ده انه لما يتخرج ما يقعدش ساعة في بيتهم، هيتخرج
عنده حرفة، هو ماهر جدا جدا فيها، وده شيء الحقيقة ان احنا يعني مشهورين بيه في العالم، انه الحرفي والمهني المصري مختلف عن اي حد تاني. وعلشان كده يعني احنا مكملين في مسألة التطوير دي، والدولة كمان مكملة في افتتاح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ودي الحقيقة انها ميزة مهمة جدا لكل الطلبة، وفرصة كبيرة جدا للطلبة انهم يكملوا في التعليم الفني من خلال كل هذه الشراكات مع المؤسسات المحلية لو بنتكلم على القطاع الخاص، وايضا المؤسسات الدولية. نصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.